نشاهد الآن سيدي دخول طيران الأمن حاملاً معه رجال الانتشال بقوات الطوارئ الخاصة، حاملين علم المملكة العربية السعودية، راية التوحيد، وكذلك صورة لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، كذلك صورة لسموكم الكريم أدامكم الله، صورة لسمو سيدي وزير الداخلية حفظه الله. قوات الطوارئ الخاصة قد جندت جميع إمكانياتها لخدمة ضيوف الرحمن، ذلك من حيث إدارة وتنظيم الحشود وحفظ الأمن وضمان أداء حجاج بيت الله الحرام نسكهم بكل يسر وسهولة.